اخوان مين يا زلمه؟ مش ما بسم الله الرحمن الرحيم. مين انت؟ مين؟ شفت يا محمود هذا الشيخ قديش عنده زباين؟ الناس رايحه جاي مش مهديه، الناس مسكين وتعبانه معلم، والزلمه بيعالجهم هيك وما باخذ مصاري. مسكين ولك سكين اللي تحز جدوقك ولك. انا سالت عنه هذا الشيخ مسكين، قال وجبت لك خبره من الاخر. اوف اوف اوف، وشو طلع معك يا محقق كونان؟ هذا يا سيدي عامل حاله شيخ ومركب لي لحيه تركيب ومعاه مسبحه من هون للمسجد الحسيني وقاعد بهبد على الناس. معقول؟ وانا بفكره معالج بالقران لوجه الله. اسمع، شو رايك نفضحه معلم قدام الناس؟ لا معلم بلاش، يعرف هسه وروح يفقعنا حجاب ولا يسلخنا عود بخور يجيبنا بحوض معنا على سلامة خيرك والخوف ذابحني. لا يا زلمة انت بتصدق هاي الخزعبلات والآفات والريحات والجايات؟ شو مالك كله حكي فاضي؟ بعدين احنا ناس مؤمنين ونخاف ربنا، ما بضرنا اشي ان شاء الله. اسم الله عليك، الامام بنقط معلم، اوعى بللت الارض ولك. ما هو اذا شاف خلقتك وبنفخ عليك لا تصير من اعوانه من شدة الخوف. في شبه بينكم سبحان الله. شو مالك يا زلمة مستقل فيي انت؟ عمرك جربتني اصلا بشغلة وفشلت؟ لا سلامة خيرك والله، وانت الصادق يا حبيبي، في الاكل ذيبك وفي الشغل سيبك. ولا عليك يا معلم. طيب ماشي على كل حال، بس قول لي انت ليش مهتم فيه لهالدرجه يعني؟ لا لا ولا اشي، بس قاعد بطبخ طبخه هيك بعقلي، اذا زبطت راح اكل الشهد من وراها. كيف هاي يا معلم؟ بعدين ليش لحالك يعني؟ انا معك على الحلوه ومره بالله عليك، يعني ادعمونا والا فقدتمونا معلم. اما كيف هاي كبيره عليك يا حبيبي، بس تكبر بقول لك ان شاء الله. اما بالنسبه للدعم ما عليك، احنا من الناس اللي ما بتنسى رجالها. الله يخلينا اياك يا زعيم ويستر بيتك ان شاء الله. شايفك اندمجت مع الموضوع، شو زعيم ما زعيم؟ باب الحارة الجزء 12 ايش فيه؟ يستر عليك معلم، بلكي تلحلحت معانا واشترينا سيارة او تزوجنا، ترى احنا على البلاطة. اقول لك حتى البلاطة اخذها ابوي وكمل فيها الرصيف. شوف يا حفيظ السلام، اسمعني كويس واحفظ كويس، الخطة كالتالي. يلا احكي. بالله عليك والله خطة، أقول لك ولا خنزب بتخطر عباله يا زلمة. مين خنزب هذا؟ لا 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 معلم، بعدين بحكي لك لما تصير مناسبة. معناه تقلب وجهك، بدي أشوف غبرة وراك وبدي أشتغل لحالي معلم، وخلي اللي حكيت عنه هذا ينفعك. لا معلم بالله عليك، هسه بحكي لك، هذا خنزب وهو شيطان بيجيك في الصلاة بخرب عليك الصلاة، بضل خنزب عليك خنزب عليك عبين ما تنسى كم ركعة صليت. وانت شو معرفك فيه طالما عمرك ما صليت اصلا وجبهتك ما عمرها سجدت لله يا زلمه؟ هالوجه ما بيعرف غير قبلة المخده. لا يا زلمه انا قلت لك رح اتوب ان شاء الله وترجع الامور احسن من اول، صح ولا لا هيك؟ طيب يا سيدي الله يهديك، ولا تقولي لا خنزب ولا مرطب، وعلى كل حال انا لما اخطط بظبط ولما اتكتك بحكحك. والله على راسي معلم، احلى متكتك اواعي في المتكه. خلص طيب خلينا في الموضوع، انا فاهم اللي علي، انت فاهم اللي عليك؟ ولا يهمك معلم ذيبك في هاي المسائل. طب قوم معلم خلينا نظبط المكان ونتكتك المسائل وننزل بكره اعلان على النت، بلكي اجانا زباين. يلا ماشي. ادخل يا ابني. يما وين كبسة الضوء؟ مش شايفين اشي يا زلمة؟ هدي يا ابني هدي، هسا الاخوان بيضوا الضوء ما عليك. اخوان مين يا زلمة؟ مش ما بسم الله الرحمن الرحيم. مين انت؟ مين؟ انا الشيخ ابو معيط، نطاط الحيط، رباط وفكاك الخيط، معروف من الخليج الى المحيط. هلا ابو معيط، يعطيك الف عافية معلم. يما اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا حبيبي لا تبسمل ولا تستعيد، احنا مش في جامع، احنا في مكان اخر. هسا بخرب الشغل والاعوان بيروحوا وشغلك كله بيقلب عليك. ماشي معلم، بس شكلهم مرعب والله، بتجيب التهابات للواحد في المسالك العصبية للاجرابات. ما عليك معلم، عندي الموضوع، طالما ما بتأذيهم بذكر الله فانت بالسليم، وخليك رجل حكيم، بلاش اهشمك تهشيم. بالله عليك حاضر معلم. انت اسمك توفيق، صاحب سوبر ماركت وجاي عشان جارك تقطع رزقه صح؟ يا حبيبي شو اللي عرفك بهالحكي معلم؟ انا الشيخ ابو معيط، نطاط الحيط، رباط وفكاك الخيط. طب شو يعني نطيت فوق حيط دارنا؟ قصدي عرفت ما وراء المغيط؟ يا حبيبي احنا بتجايين نحكي عن قدراتي، انا زلمي مشهور كثير فوق التل وتحت التل، واسأل عني رح تندل. يا حبيبي والله هذا مصيبة شكله، خليني احكي شو بدي معلم وظلني فاكح على السريع اللميع. يعني يا شيخ ابو معيط انت عارف شو مشكلتي صح؟ تمام يا ابني، انا بعد اتصال صغير مع اللي لابسك بعرف كل صغير وكبير عن سلحتك. بسم الله الرحمن الرحيم يا زلمة. يا زلمة قلت لك لا تذكر الله هون، احنا في حضرة خاصة، هسا الاعوان بيذوك وبيبهدلوك وبيخلوك بدون سنتر لوك. يا زلمة والله ورطة، انا شو اللي جابني هون؟ انا مالي ومال جاري يا زلمة، والله انا خايف، هاي زي مستشفى المجانين، الداخل مفقود والخارج مولود. لا يا زلمة بالله عليك.
اجاني تلفون من العالم السفلي. الو مين هذا اللي عندي؟ ها ما حكى لي الاخ شخيط هذا الحكي؟ ايوه الموضوع عند حمروش يعني. ها بسيطة لا ما توصل للشلل، خليها زهايمر اخف يعني. اهلين عندك، ارجع مكانك. بالله عليك حاضر معلم. اخف من وقت كثير يا مربود، وخلينا للموضوع نعود ونحط السكر على المعقود. ايوه يا حج الموضوع كتير. قلت لك الشيخ ابو معيط نطاط. ايوه فهمت، ابو معيط خراب البيت، قصدي نطاط الحيط. ايوه خليك هادي يا شادي، بلاش تزعل هنادي. لا دخيلك ابو حيط، احنا بدنا رضاك ورضا هنادي ورضا ريم البوادي كمان. بالنسبه لمشكلتك عندي معلم، عندي يا ابني، انت بدك تخرب بيت جارك صحيح؟ ايوه بالضبط، وبدك تعمل له عمل تخلي الناس ما تدخل على دكانته، لانه الزباين عنده اكوام والحال صار له اعوام. ايوه تمام، بدك الزباين تتكدس عندك تكديس زي مرتبان المكديس. المشكلة يا زلمة انه الزباين بتيجي عندي وبتقعد وبتوكل وبتشرب، بس لما بدها تشتري بتروح عنده. ليش طيب؟ لا هذا الحكي ما بصير، اقل ما فيها يراعوا العشرة والخبز والملح وال الله وكيلك، عاملين زي الدجاج اللي بتكاكي عندي وبتروح تبيض عند الجيران، مش هيك؟ ما عليك معلم، عندي الموضوع، صدق لاعمل له عمل اخليه يلسى اسنانه واسنان ولاده وبناته. بدي اياه من هسه يسكر، ولا يقدر يفكر ولا يقدم ولا ياخر. ولا صاير زي تصف الحكي صف وتضرب كف بكف. ولا شو مفكر؟ من عاشر قوما 40 دقيقة صار منهم. بيني وبينك انا لازمني واحد يشتغل معاي بيعرف يحكي وما بوكل ولا بيشكي. لا معلم سيبنا من الطابق كله، انا هيك مرتاح ماخذ شغلتي ومتوكل. ما في مشكلة يا ابني، طالما بتخمس امورك بالسليم. شو بخمس؟ هاي ما عندي سيارة والله. يا حبيبي انك تحط 5 دنانير في الصندوق قبل ما تطلع، اقلها 5، واذا بتزيد خير وبركة، هذول رايحين لايتام يعني، وانت عارف. طبعا حقك معلم ما في مشكلة. انا ما باخذ اشي بايدي يا ابني، كله بحطه في الصندوق، وناس بيجوا باخذوا الصندوق بوزعوه على المستحقين. طيب وين العمل ابو حيط؟ خمس يا ابني خمس، قال له لابد لك، قال له صاحي لك. ماشي معلم يلا سلام. انت وين راح يا ابني؟ ما اخذت العمل، هيو في الكيس. طيب هذا كيف بيشتغل معلم؟ كل اشي مشروع في الكتالوج جوا الكيس. طب معلم هذا ما بيأذي ولا بصير اشي، بخاف تنعكس الشغلة ويتلبسني انا يعني، بصير جنت على نفسك يا براقش. ما عليك الوضع امن وسليم، وهذا ما بيضر الا المعمول عليه العمل، ما عليك. ماشي يعطيك العافية. طب اذا ما زبط الموضوع ارجع لك؟ لا معلم ما في عندنا ترجيع، اذا ما زبط الموضوع بترجع بتخمس كمان مرة بنعطيك عمل جديد، لانك ما بتكون اتبعت الارشادات مزبوط. كلها تخميسة مش مستاهلة سلامة خيرك، راح اضل اخمس عبين ما اجيب خبره. يلا يعطيك العافية. اوف يا لطيف، شو هالربطة هاي يا زلمة؟